بدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة بالتوفد إلى صعيد عرفات الطاهر لتأدية ركن الحج الأعظم بعد قضاء يوم التروية بمشعر منى. يأتي ذلك في ظل جهود حثيثة من الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن في المملكة العربية السعودية لضمان تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. خير يوم طلعت فيه الشمس، حيث يقف الحجاج على صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم يوم عرفة التاسع من ذي الحجة. هنا في عرفات يجتمع الحجاج بقلوبهم قبل أجسادهم، تلهج ألسنتهم بالتلبية والدعاء. على اختلاف ثقافتهم فلا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. في يوم الحج الأكبر يستمع الحجاج إلى خطبة عرفة من مسجد نمرة، والتي تترجم إلى 20 لغة ضمن جهود المملكة لإبراز الصورة الحضارية للدين الإسلامي الحنيف. بين شرف الزمان والمكان يصلي الحجاج الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، راجيين من الله القبول والرحمة. لحظات روحانية وإيمانية لا ينشغل فيها الحاج إلا بأداء الشعيرة على أكمل وجه، في ظل جهود بشرية وتقنية تطوقه على المستويات كافة لتحقيق مقصده في الإخلاص بالعبادة.